سيد الحاج بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. باسمي وباسم صاحب وكالة أرمونيا ترافل للأسفار والسياحة وباسم الإداريين والموظفين لدى الوكالة الأسفار، نرحب بكم ونقول لكم مرحبا بكم في هذا الحفل التميز، في هذا الحفل الوليدات اللي في الحقيقة فرحنا لهذه السنة، وهو تذكير لهم باش يحاولوا يزيدوا في العطاء في بداية السنة إلى نهاية السنة إن شاء الله الرحمن الرحيم. نقول لهم تاهما شكرا، شكرا بزاف بزاف على المجهود اللي درتوا طيلة السنة. فرحتوا الآباء، فرحتوا الأمهات، فرحتوا الأولياء، فرحتوا الإدارة ديال مؤسساتكم، فرحتوا الأساتذة ديالكم لكم، فرحتوا بالتتويج ديالكم وبالنقاط اللي جبتوا نقاط كبيرة، فرحتوا المغاربة لحقاش أنتم كتمثلوا جميع المتفوقين في المغرب، وهنيئا لكم الآباء ديالكم. مؤسسة أرمونيا ترافل باش نعطيكم واحد النوع من المؤسسة، هي مؤسسة كتمثل الأسفار والسياحة الحج والعمرة وجميع بلدان العالم. المؤسسة كاينة في شارع البداية طريق سيدي الحال في ايتوريل أمام الدرك الملكي. مرحبا بكم في مؤسستكم، والمؤسسة ماشي أول نشاط دارت، هذا غيكون نشاط في خلال سنتين في ايتوريل، هذا النشاط الثالث أو الرابع، دائما لفائدة التلاميذ ديال المؤسسة ودائما المتفوقين. شكرا لكم، شكرا على الحضور ديالكم، ونتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم نلتقيو في لقاء جديد قريب ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.